في البداية نحب نتعرف عليك يا شيخ حسين. اسمي حسين مصطفى علي، في معهد القراءات وعلوم القرآن بشبرا، يعني معهد الخزندارة، ومدرسة المركز المزجر للعالم التوجيه المكفوفين الزيتون، الفرقة الثانية الإعدادي. شيخ حسين، في البداية قول لنا، بدأت حفظ القرآن ازاي؟ هل من خلال شيخ كان بيعلمك ويسمعك ترتيل، ولا بدأتها ازاي؟ بالظبط انا كنت عندي 3 سنين او 2.5 بالظبط. كان في شيخ اسمه علي، الشيخ علي، انا مش فاكر اسمه بالكامل، اسمه الشيخ علي، كان بيعلمني في مسجد، في الجمعيه الخيريه بالجبل الاصفر، كان بيعلمني حفظ القران. كنت يعني اول مسابقه كانت معاه كانت جزء عامه، كنت طلعت الاول وخدت 100 جنيه يعني جوائز الحمد لله، من اول الحمد لله، من اول سنه يعني طلعت الاول الحمد لله. وبعد كده بقى بدات تخش المدرسه وتتعلم بطريقه برايل قران؟ لا انا قبليها كان في شيوخ تانية يعني اتعلمت عليهم يعني قران لحد ما وصلت لحد الجزء الثالث. بعد كده دخلت المدرسه وكان في استاذ اسمها استاذه اماني كان في استاذ اسمها استاذه اماني، دي علمتني طريقه بريل بالعربي والانجليزي والحساب. فبعد ما دخلت المدرسه حفظت كم جزء بقى وقتها؟ انا كنت حافظ 3 2.5 يعني، ما كملتش الاول 5 اجزاء يعني، ما كملتش سوره القران. فاول ما دخلت المدرسه كان في ثانيه اول ما دخلت المدرسه كان عندي الشيخ علي، الشيخ عبد الله الرفاعي، كان في مسجد تحفيظ قران كده، والشيخ محمد كان في مسجد الكريم، يعني هو دلوقتي بيعمل في معهد الكريم الازهري، لكن الشيخ عبد الله الرفاعي كان يعني سافر الحمد لله الى المانيا. انا مش عارف بيقولوا عليا ان انا كل شيخ يديني كان بيسافر على طول. الشيخ علي مرزة يعني. الشيخ علي راح الكويت، والشيخ والدكتور عبد الله راح المانيا، وبعديه يعني من اللي سافروا الشيخ سامح راح لبنان، والشيخ سعد زغلول راح لبنان برضه. طب انت دلوقتي يعني حافظ قد ايه من القران؟ انا الحمد لله خدمت القران بروايه الامام عاصم، بروايه حفص وشعبه، وبحضر روايه الامام نافع قالون، وقالون ورش وقالون بالرتبه، وابن كثير المكي برويه البزي قنبل، وابو عمر البصري برويه ابو عمر البصري برويه السوسي الدوري والسوسي. ما شاء الله. طب ممكن تسمع علينا ايه بقى؟ انا ممكن اقرا اول الفاتحه واول سوره البقره بقراءه ابو عمرو البصري برويه الدوري والسوسي. طب اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا يفتح عليك يا رب. حسن انت دلوقتي ترتيب ذكائك او مقدار ذكائك في الحفظ والاستيعاب 140% 141% ما شاء الله. احكي لنا ازاي تم تحديد المستوى ذكائك والليجرات دي. انا اساسا اول ما كنا بنخش المدرسه كان بيعمل لنا اختبار ذكاء، فانا اساسا ساعتها لما رحت المستشفى انا مش فاهم اي حاجه، انا بفتكر الدكتور ده هيديني مثلا حقنه، هيديني دواء، هيديني اي حاجه. فدخلت مع دكتور لقيته بيتكلم معايا عمال يسالني اسئله وانا عمال اجاوب ولا فاهم اي حاجه في اي حاجه، يعني مش فاهم. انا اساسا مش فاهم انا جاي هنا ليه. فاول ما طلعوا النتيجه 141 ذكاء حلو. انا فاهم حاجه، انا مش فاهم حاجه. 141 الحمد لله 141. بعد كده بقى ايه، بدات اكبر، بدأت أفهم يعني إيه ذكاء ويعني إيه 141 دي فيعني وأنا كنت صغير ده ما كنتش فاهم أي حاجة في الذكاء ده. يعني استوعب ذكائك ودماغك وطريقتك في الحفظ. لا هو ما سألنيش في الحفظ، هو سألني أسئلة كده عادية، يعني اختبرني اختبار كده. أنت عارف إن في فرق ما بينك وبين دكتور زويل كم درجة بسيطة؟ الحمد لله. الحمد لله. إيه المسابقات اللي أنت دخلت فيها؟ انا اول حاجه زي ما قلت دخلت المسابقه اللي هي مع الشيخ علي في جامعه الخيريه. بعد كده دخلت مسابقات كتيره، يعني منها مسابقه الاحمد الظاهري 4 مرات. اول مره كسبت الخامس، ثاني مره كسبت الثالث، ثالث مره كسبت الثاني، والرابعه كسبت الاول. يعني لا مش قوي، يعني ايه الاول شرف عشان كنت خدمت القران. انت عارف ان هم بيشبهوك يعني بتاع الشيخ طه حسين؟ الحمد لله. تعرف ايه عن طه حسين؟ اعرف عنه ان هو يعني ابسط صوره ان هو تعب جدا لما يعني حفظ القران الكريم واجتهد في العلم. دراستك بطريقه برايل دي هل في 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 القرايه بس القران ولا التفسير وسنه؟ هي ساعدتني كتير في كل حاجه، عشان انا اساسا في المعهد باخد علوم شرعيه، فالعلوم الشرعيه والمواد الثقافيه دي فبتاخد اساسا بكتبها بريل، فمش انا اللي بكتبها يعني بتكتبها البريل. فبريل دي الحمد لله نعمه ربنا اداها لي عشان يعني اعرف اعمل بيها. قدرت تحفظ في قد ايه القرايه بالبريل؟ 2-3 اسابيع بالظبط كده يعني الحمد لله. كانت بالنسبه لك سهله يعني؟ الحمد لله. لا بس على فكره يعني مش بالنسبه لي انا، يعني ان انا لولا ان الاستاذ اماني علمتها لي انا ما كنتش افهم اي حاجه في اي حاجه خالص. طب حاولت تقرا بيها كتب تانية او الكتب دي متوفره بالنسبه لك؟ الحمد لله. انا يعني من عادتي بحب اقرا اي حاجه، فضاء، علوم، اي حاجه. اخر كتاب قريته ايه؟ اخر كتاب قريت قصص. انا اخر مره كده كنت بقرا قصص، وكنت بقرا اللي هو كتب المعهد عشان كنت بذاكر يعني كان الامتحان. فالحمد لله انا طلعت خلصت اولى تجويد ودخلت على ثاني تجويد في معهد قراءه وعلم القران. بس في الاول خدت معهد مصعب ابن عمير 5 سنين تمهيدي، واولى وثانيه وثالثه ورابعه الحمد لله نجحت فيهم وخدت شهاده. انت نفسك بقى تطلع ايه في المستقبل؟ انا في المستقبل نفسي اطلع جدا، يعني اخش كليه اعلام واطلع اعلامي عشان ابقى داعيه اسلاميه في ايطاليا والاوروبا، يعني في العالم الغربي، عشان العالم الغربي يعني يبقى فيه اسلام اكثر. يعني العالم العربي انت لازم تدرس اعلام علشان توجه رسالتك دي؟ لا طبعا، بس انا يعني هوايتي اعلام عشان بحب بحب الكتابه والقرايه. طيب
لو اتكلمنا عن المهنة دي، وانت يعني شفت الفترة اللي فاتت دعاة كتير وناس كتير جدا كانوا بيستخدموا الوسائل الإعلامية ديت في، مش هقول في محاولة تشويه للدين شوية، بس ان هم كانوا بيوجهوا الناس بطريقة غلط. الله اعلم الله اعلم يعني نوايا البشر، بس انا ماليش دعوه، انا يعني مالي باي حد، انا كل واحد ليه دعوه بنفسه يعني. ما يعني لكن رسالتك في الاول هتكون الدين ايه؟ الدين الاسلام. عاوز توجه رساله ايه؟ يعني انا عايزه اوجه رساله للشباب ان هم اساسا ما حدش يعني يبقى رايه متوجه لفصيل معين، هو ملوش دعوه يعني. انا لازم يعني يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. العاقه اللي عندك او فقد البصر ده تم نتيجه الولاده ولا حصل؟ لا، هو انا اللي اعرفه ان دلوقتي انا يعني ايه، الاول كنت بفتكر ان هو نتيجه الولاده، لكن بعد اتفرجت يعني سمعت دكتور في الراديو كان بيقول ان يعني في اللي هو ضيق التنفس ونقص الاكسجين هو ده بيسبب فقد البصر. ف يعني انا قعدت سنه 36 يوم في الحضانه، ف يعني كان كتير يعني، كان وقت يعني كان ايام كتير جدا، فاكيد يعني الاعاقه كان حصلت فيها. انا عرفت ان انت يعني مش بس قران وشريعه، وانت ليك كمان هوايات بالاضافه للهبه اللي منحها ليك ربنا، ان انت كمان بتكتب شعر وبتكتب ادب. لا انا بكتب شعر، لو بكتب ادب انا بقرا يعني بقول قصايد. طيب يعني ممكن تسمعنا قصيده؟ طب ينفع انا اقول اتنين ولا؟ ماشي، اول واحده اقول يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبه وكأنه بدر السماء، وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا هيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. ربنا يفتح عليك يا رب. القصيدة التانية بقى اللي انت عايز تقولها ايه؟ قالوا حزنت فما دهاك تقهقر، قلت المصيبة فوق ما تتصور. قالوا حزنت فما دهاك تقهقر، قلت المصيبة فوق ما تتصور. مات الحبيب الهاشمي بدوحة، كاد الفؤاد لفقده يتفطر. مات الحبيب الهاشمي بدوحة،
كاد الفؤاد لفقده يتفطر. صام الخميس لربه متشوقا، ودعا الشباب لصومه كي يؤجروا. صام الخميس لربه متشوقا، ودعا الشباب لصومه كي يؤجروا. وقع المصاب لهم وهم في صومهم، ماتوا صياما في الجنان سيفطروا. وقع المصاب لهم وهم في صومهم، ماتوا صياما في الجنان سيفطروا. لله دور شبابنا في موتهم، قد سابقونا للجنان وشمروا. لله دور شبابنا في موتهم، قد سابقونا للجنان وشمروا. لخلوفهم عند الملك وصومهم، أزكى من المسك العطير وأطهروا. لخلوفهم عند الملك وصومهم، أزكى من المسك العطير وأطهروا. يا خالدا ماذا تقول بميتة الوجه فيها باسم ومنور؟ يا خالدا ماذا تقول بميتة الوجه فيها باسم ومنور؟ والعبد فيها صائم لملكه، ودماؤه بسبيله تتناثر. والعبد فيها صائم لملكه، ودماؤه بسبيله تتناثر. صبرا جميلا آل هاشم إنكم، نسل النبي الهاشمي الأطهر. صبرا جميلا آل هاشم إنكم، نسل النبي الهاشمي الأطهر. فلقاؤنا عند النبي وصحبه في جنة الفردوس عند القادر. كنا معكم مع الشيخ حسين طه حسين الصغير، اللي نتمنى له كلنا كل الصحة وكل التقدير، وربنا يوفقه يا رب في الأيام اللي جاية وفي دراسته وفي حياته.